نتابع الآن الفترة الإخبارية المسائية باتصالنا بالدكتور محمد ملهاج المختص والباحث في علم الفيروسات. الموضوع هو تسريع وتيرة التلقيح سيكون دائما السبيل الوحيد نحو تفادي موجة رابعة للكورونا. من أجل الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر المباشر وعبر الهاتف الدكتور محمد ملهاج مختص في علم الفيروسات والأوبئة والباحث في علم الفيروسات. أهلا بكم دكتور، مرحبا. مساء الخير يا مساء النور. إذن أنتم كمختصون في علم الأوبئة وطب الوقائي وباحثون في هذا المجال تدعونا إلى تسريع وتيرة التلقيح كونها السبيل الوحيد من أجل تفادي موجة رابعة للكورونا. شكرا على الاتصال. فقط مناش مختصين في الطب الوقائي وانما كباحث في علم الفيروسات والبلوغ السابق فيما سابق التحليلات الطبيه. اذا فعلا علم الفيروسات اليوم يقول بانه يجب التسريع من وتيره التلقيح، وكنا ذكرنا هذا في منبق قناه شروق نيوز عده مرات، وقلنا بان الحل الوحيد والامثل هو الذهاب الى تلقيح جماعي يعني فاكسيناسيون دو ماس بوتيره متسارعه جدا ومكثفه. وشرحنا وقلنا بان هذا اصبح ضروره علميه. وقلنا لماذا؟ قلنا لان كل ما نتاخر في عمليه التلقيح كل ما نعطي فرصه للفيروس للتحور والتطور ويجيب لنا سلالات جديده لا نعرف سرعه انتشارها ولا نعرف خطورتها. اذا الحد الان وهذا حد ظل متفق عليه بين كل تقريبا الباحثين والخبراء في علم الفيروسات وعلم المناعه. طيب الدكتور، ونحن نتحدث عن خطورة هذه الموجة يعني الموجة الثالثة وكذلك تخوفاتكم من أن تكون الموجة الرابعة أكثر خطورة من هذه الموجة، الموجة الثالثة يعني تسببت في نسبة كبيرة من الأمراض والأثار اللي كانت سلبية على جميع من مرض بالموجة بكورونا في هذه الموجة الثالثة، منها الشلل النصفي، تخثر الدم، أمراض القلب، ليكايوتسون كذلك، وأثار أخرى كبيرة غيرها. لماذا بالذات هذه الأمراض وفي هذه الموجة؟ وإذا كانت خطرة ما الذي ننتظره لا سمح الله في الموجة الرابعة؟ بالنسبة لهذه الموجة مازال الآن رانا في عملية الإحصاء، يعني فقط مازال ما نعرفوش وما كاينش دراسات موثقة حول الآثار اللي رتبتها كوفيد 19. ولكن الشيء اللي نقدروا نقولوه بان هذا الفيروسات وهذه السلالات المتحوره الجديده زادت في درجه الخطوره تاعها، وهذا الشيء اللي نسجلوه على مستويين، المستوى الاول وعدد الوفيات المسجله، نشوف مثلا عدد الوفيات مرتفع نسبيا هنا في الجزائر. الشيء الثاني اللي نسجلوه وسجلناه خلال الجائحه هو العدد الكبير من المرضى المواطنين الموجودين في العنايه المكثفه والانعاش وكذلك في مصلحه كوفيد في الاستشفاء. يعني هنا تكمن الخطوره. وهنا بالنسبه للاحتمالات تاع الموجه الرابعه، اذا كان ما تبعناش التدابير الوقائيه وما بقيناش كما في السابق، يعني في كل مره يجي ينزل المنحنى البياني تصدر الارقام تاع وزاره الصحه كاين تطمينات، يبداوا المستشفيات في يعني التخفيف على الضغط عليهم، وتبدا بعض المصالح تاع كوفيد تغلق، قال خلاص او كوفيد خلاص ونعاودوا نروحوا لحالة التراخي، وممكن اننا نجيبوا موجه رابعه اعنف من هذه، لان الان عندنا اثار فاريون، يعني عندنا الان سلالات متحوره خطيره. هذا هو الشيء اللي خلينا دائما نقولوا لازم نروح الى عملية تلقيح مكثفة فاكسيناسيون دو ماس باش نفهم. كذلك الشيء اللي نأكد عليه ثاني هو الإبقاء على الاستعداد والحذر واحترام التدابير الوقائية، وعلى رأسها الكمامة، ارتداء الكمامة،
محاولة الابتداعات على التجمعات إلى آخره. هذه الأمور الجزائريين الآن كلهم يعرفوها. نعم دكتور، وأنتم تتحدثون دائما عن هذه الإجراءات الوقائية، في البعض لما يشوف أنه نسبة الإصابات انخفضت يعود يرجع لممارسته السابقة. اليوم نقول، هل ظهور سلالات جديدة أثناء انخفاض عدد الإصابات وارد في هذا الوقت دكتور؟ السلالات المتحورة ظهورها وارد في كل الأحوال وفي كل البقع الجغرافية وعلى كل أصناف أجناس البشر، يعني كامل هذه تقدر تظهر في أي وقت. نزيد استدراك فقط، الآن النتائج هذه اللي راها تهبط هي المؤكدة عن طريق تقنية الPCR. النتائج اللي راها تهبط الآن هي محاصرة للفيروس وليس القضاء على الفيروس. إذا أكد بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلالات السلطات العمومية هي للحد من انتشار الفيروس ومحاصرة الفيروس، وهذا يظهر في المنحنيات البيانية. الآن نشوف بأن نسبة الإصابة كل يوم راح تتناقص، ولكن نزيد نحذر من شيء هو أنه الخطر يبقى قائم. ما دام عندنا نسجل 200 و300 و400 إصابة فإن الخطر ممكن، وأي تراخي ولا تهاون ولا استخفاف بالفيروس كما كنا نشاهده في السابق ممكن أنه راح يجيب لنا موجة جديدة. نعم دكتور، يعني تعتقدون أنه هذه الفترة هي الفترة الأنسب من أجل التلقيح، يعني عملية التلقيح وتوسيعها كذلك؟ هي علاه نقول الفترة الأنسب، لأن الآن الفيروس راهو في تراجع، يعني الآن راه كل يوم يتناقص. أنا نظن بأنها من الناحية العلمية ومن الناحية الطبية الفترة الأمثل للتلقيح، والتلقيح نزيد نعاود يكون تلقيح مكثف. يعني هنا لازم كل ما نتهاونوا كل ما نديروا تلقيح جزئي ولا كل ما نلقاو روحنا في مجابهة سلالات جديدة، لأن نعطي الوقت الكافي للفيروس ليتحور، وهذا تدخل في الحياة العادية للفيروسات. الفيروسات من طبعها أنها المقاومة، يعني تقاوم الأجسام المضادة بالنسبة للإصابة الطبيعية بالكوفيد 19 أو بأي فيروس، وكذلك تحاول أن تقاوم اللقاحات. إذا كل ما يكون عندنا تلقيح مكثف كل ما نحاصر الفيروس وما نخليش ينتشر ونحاول. نعم دكتور. نعم طيب، كآخر سؤال، ربما ما هي النسبة التي يمكن أن نبلغها في التلقيح لنقول أن وصلنا لمناعة القطيع أو المناعة الجماعية؟ بالنسبة للمناعة المجتمعية حسب تقديرات المنظمة العالمية للصحة لازم نوصلوا إلى 70% من عدد السكان، لكن حسب المعطيات الجديدة اللي ظهرت مع السلالات المتحورة ومع إصابة الأطفال والشباب إلى آخره، الآن الصبح يقول لك لازم نوصل إلى 80%. بعض الدراسات تقول بأنه يجب الوصول إلى تلقيح 80% من عدد السكان للقضاء على الجائحة. واضح دكتور محمد ملهاج، مختص وباحث في علم الفيروسات، نشكركم جزيلا الشكر على تدخلكم.